السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. اليوم لدينا درس جديد وصفحة أخرى في الصفحة 109 حول تنظيم ومعالجة البيانات 2. إذا ننتقل إلى الصفحة 109 من كتاب الجديد. نبدأ هذه الحصة بالتمرين أول. لدينا تمرينين. إذن هذا المخطط بقطاعات دائرية. إذن المقصود هو هذا المخطط يمثل سعة الماء داخل كل برميل من البراميل E و A و B و C و D و F. إذن عندنا البرميل A و B ثم البرميل C و D و E. إذن السؤال ما هو المخطط بالأعمدة؟ إذن حنا سبق لينا تعرفنا على المخطط الدائري وتعرفنا كذلك على المخطط بالأعمدة. إذن دابا السؤال شكون من هذه المخططات بالأعمدة التي توجد أسفل هذا التمرين هي التي تلائم وتمثل البيانات التي توجد في المخطط بقطاعات دائرية. إذن هنا كيفاش حنايا غادي نعرف؟ ما عندناش أرقام طبيعة الحال، ولكن حنا غير من خلال يعني مثلا المساحة اللي كتمثلها مثلا هاد المساحة الخضراء والزرقاء غادي نعرفو. إذن غادي نشوفوا بالنسبة للمحور ديال الأفقي والمحور العمودي. إذن كلهم فيهم برميل 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 ثم سعة هذه البراميل. إذن بالنسبة للميبيانات كلها عندنا يعني ممتلة على مستوى محور أفقي ومحور عمودي بنفس الطريقة. كيبقى دابا كيفاش أنني أنا نعرف؟ غادي نشوف مثلا بالنسبة نبداو بالسي. السي هو اللي كيمثل الحصة الكبيرة هنا. إذن الميبيان اللي ما فيهش سي كعمود أكبر غادي نشطبو عليه. إذن عندنا هذا هنا في هذا الميبيان عندنا الزرق أقل من الخضر، هنا عندنا الزرق أكبر من الخضر، وبالتالي هذا لا يمثل هذا المخطط بلا ما نشوفو الباقي. إذن هذا إحنا عزلناه بقولنا ثلاثة. غادي نشوفو اللون البرميل أ و بي. البرميل بالنسبة للمخطط القطاعي بي عندنا أكثر من أ. اذا نشوفوا الحاله اللي ا اكبر من بي. مثلا هنا عندنا اكبر من بي، اذا ا عندنا صغر من بي، ولكن هذا العمود اكثر من هذا العمود، وبالتالي هذا لا يمثل هذا المخطط. بقولنا هادو بجوج يعني واحد فيهم لا صحيح. غادي نقارنوا بين دي و او. اذا لاحظوا هنا الجزء اللي كيمثلو او اكبر من الجزء الذي يمثله البرميل دي. إذن هذا او اكبر من دي، ولكن هنا عندنا دي اكبر من او، بالتالي هذا لا يمثل هذا المخطط. إذن شكون هو المخطط الصحيح؟ إذن هو هذا. إذن هذا هو الجواب الصحيح. ولا بغينا نقارنوا، إذن هنايا غادي نشوفوا شكون اللي كيمثل الحصه الكبيره، هو السي، من بعد منه بي ثم ا ثم الاو عاد دي، وبالتالي إذن هذا هو الذي يلائم هذا المخطط الدائري. إذا ننتقل إلى التمرين الموالي. ثانيا لو غرافيك اون بار، دونك هذا هو لو غرافيك اون بار، غير هو جاي أفقي. ريبريزونت لو نومبر دو فيزيتور دان ميزي بوندون 5 موا. إذا هنايا يعني كيمثل لينا هذا الميبيان، هذا الغرافيك كيمثل لنا عدد الزوار لواحد المتحف خلال 5 شهور. لي بار كي ريبريزونت لي فيزيتور دو ماي اي دو جويي نون با ايتي ديسيني. يعني لي بار اللي كيمثلوا ماي واللي كيمثلوا جويي ما مرسومينش عندنا في الميبيان. اذا اون ماي، دابا هنا غادي يعطيونا واحد لانديكاسيون اللي غادي تساعدنا باش نعرفوا نلونوا لا بار، يعني العمود اللي كيمثل ماي. إذن اون مي لو نومبر دو فيزيتور ا بي سي دو 20% بارابور او موا دافريل. يعني ان العدد ديال الزوار نقص ب 20% خلال ماي بالمقارنه مع افريل. إذن دابا هنا شكون اللي بزاف؟ طبيعه الحال افريل. افريل كان عندنا هذا العدد، ولكن خلال ماي نقص ب 20%. يعني غادي نجيو نقسمو 20% ماذا تمثل؟ 20% تمثل 1/5. اذا 1/5 يعني غادي ناخذ هذا وغادي نقسمو على 5.
إذن هنا شحال غادي تكون بالنسبة للماي؟ غادي يكون 4 ديال الأجزاء، يعني 20% نقصات. هذه دابا إلا اعتبرناها 100، هذه 20%، 20%، 20%، 20%، 20%، الكل كيمثل 100%، وبالتالي هذا كيمثل الخمس هي 20%، وبالتالي فاللون لابار اللي كتمثل الماي هي هذه. إذن من خلال هذه الجملة هذه اللي عطاونا استطعنا أننا نخرجوا الشهر نتاع الماي. دابا غادي نشوفوا بالنسبة للشهر نتاع نتاع جويي. Il y a 16 000 visiteurs de moins au mois de mai qu'en juillet. Il y a un autre qui dit que nous avons 16 000 visiteurs de moins au mois de mai qu'en juillet. Il y a un autre. يعني أن خلال شهر ماي كان أقل من شهر ديال جويي بستاشر ألف. إذا شنو غادي نديرو باش نلقاو يعني العدد ديال الزوار ديال جويي؟ غادي ناخدو داكشي اللي لقينا في ماي وغادي نزيدو عليه ستاشر ألف. إذا خلال ماي شحال عندنا؟ إلا رجعنا لميبين غنلقاو 32 ألف، وغادي نزيدو عليها 16 ألف. إذا شحال غتعطينا؟ إذا 48 ألف. إذا ناخذ إذا هذه هي 48 ألف. إذا هذا هو العدد ديال الزوار خلال لو موا دو جويي. دونك لا كيستيون راه هي هذه، ديسيني لي بار كي ريبريزونت لو نومبر دو فيزيتور اون مي اي اون جويي. حنا جاوبنا على هذا السؤال. إكخيفي لو موا او إليا بلوس دو 64 000 فيزيتور. دونك شكون هو الشهر اللي كان عندنا فيه عدد لي فيزيتور اكبر من 64 ألف زائر؟ اذا هو هذا 64 ألف هي هذه. اذا شكون الشهر اللي داز 64 ألف؟ هو لو موا دو جوان. دونك سي لو موا دو جوان، يعني شهر يونيو، لانه هو اللي تجاوز 64 من خلال هذا الميديان. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه حول معالجة وتنظيم البيانات من كتاب الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي.